أهلا بكم أعزائي في قناة مطبخك أونلاين. مطبخنا هو قلب البيت، مكان نسوي فيه الذكريات والأكلات الطيبة. وعلشان نطبخ أسهل وأحلى، راح نعطيكم شوية نصايح وأفكار حلوة تساعدكم تصيروا شيفات شاطرين. استعدوا، نبدأ رحلتنا في عالم الطبخ. في كل حلقة راح نتعلم وصفات جديدة ونتعرف على أسرار الطهي ونكتشف مكونات مميزة. سواء كنت مبتدئ أو محترف، راح تلاقوا شيء يفيدكم. تابعونا واستمتعوا معنا بتجربة طهي ممتعة ومفيدة. يلا نبدأ. استخدموا سكينة حادة عشان تقطعوا بدقة وبسرعة. لو بدكم تشيلوا ريحة الثوم من إيديكم، افركوها بملح خشن واغسلوها بماء وصابون. علشان تحافظوا على الخضرة طازة في الثلاجة، حطوها بعلب مقفلة. الثوم يحب المكان البارد والظلمة عشان ما يخرب. زيت الزيتون صحي أكثر من الزبدة، استخدموه في الطبخ. حطوا شوية ملح على الماء قبل ما تستوي المكرونة عشان تستوي بشكل متساوي. الأكل بيشهي لما يكون في صحون حلوة وأنيقة. زينوا الأكل بأعشاب طازجة أو بهارات قبل التقديم. رتبوا الأدوات في رفوف وأدراج وكل حاجة في مكانها. استخدموا ملصقات عشان تعرفوا شو في جوا العلب. بقايا الأكل ممكن نعمل فيها أكلات جديدة. اشتري الخضرة والفواكه في موسمها، بتكون أرخص. الفصل السابع، الابتكار. أطلق العنان لإبداعك في المطبخ. جربوا أكلات جديدة وغير تقليدية. استخدموا مكونات جديدة في الوصفات زي الفواكه والخضار. الفصل الثامن، الأطباق المختلطة. استغلال بقايا الطعام بذكاء. لو عندكم بقايا دجاج أو لحم، قطعوها مكعبات صغيرة. حطوها مع خضار مقطعة مثل الفلفل والبصل والجزر. أضيفوا صلصة الصويا والبهارات اللي بتحبوها. يمكنكم أيضاً إضافة الأرز أو النودلز لتحضير وجبة لذيذة ومغذية. استمتعوا بإعادة استخدام بقايا الطعام بطرق مبتكرة وسهلة، وقللوا من الهدر في مطبخكم. الفصل التاسع، الحساء والشوربات. وجبات دافئة من بقايا الطعام. ممكن نعمل من بقايا الدجاج أو اللحم شوربة لذيذة مع مرق الدجاج وخضار زي الجزر والبصل والبطاطس. الفصل العاشر، الفطائر والسندويشات. وجبات سريعة وشهية من بقايا الطعام. ممكن نعمل فطاير لذيذة ونحط فيها بقايا الدجاج أو اللحم مع البصل والجبن والبهارات. لما تتعلموا نصايح وحيل جديدة في المطبخ، راح تكتشفوا عالم جديد من الإمكانيات. راح تعملوا أكلات طيبة ومميزة. الطبخ فن، وكل طبق هو لوحة فنية لازم تستمتعوا فيه وتبدعوا. خلي مطبخكم يكون مكان للإبداع والمرح. شاركونا صور أكلاتكم في التعليقات وخلونا نشوف إبداعاتكم. واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد من مطبخك أونلاين. خليكم دائماً متابعين لنا.